ولمناقشة أسباب تزايد أعداد العراقيين المحبطين والراغبين بالهجرة على الرغم من التعقيدات الخاصة بمسارات طلبات اللجوء، معنا الكاتب والصحفي العراقي عبر سكايب السيد بهاء خليل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وكل مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. الأمر يعني يدعو للاستغراب أنه بعد مرور 20 عام على احتلال العراق، ورغم أن العراق من المفترض أن يكون بلدا غنيا بالثروات الطبيعية، على الرغم من ذلك ما تزال كل أسباب ودوافع الهجرة متوفرة لدى الشباب العراقي، وما يزال لديه الرغبة في الخروج من العراق مهاجرا بسبب كل الأسباب والظروف التي تعرفونها. سيد خليل، ما أبرز تلك الأسباب؟ نعم، في البداية الواقع المزري اللي يعيشه الشاب العراقي، صراحة الشاب العراقي يمر بتجربة يعني لم يخوضها أي من أقرانه في دول المنطقة أو حتى في دول العالم بسبب طول المدة وتشعب المشاكل اللي موجودة عليه. الشاب العراقي لديه الآن طريق واحد لا غير، يعني يا إما الهجرة يا إما أنه يبقى على هذا الوضع ويفقد الأمل في المستقبل، لأنه هنالك مشاكل اقتصادية، هنالك مشاكل أمنية، هنالك مشاكل يعني بنيوية في بنية الدولة العراقية. لا يوجد تنمية، لا توجد مشاريع استثمار، لا توجد خطط مستقبلية لاحتواء الشباب في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص، لأن الدولة الآن هي مدخمة أساساً بالموظفين والقطاع الخاص متوقف تماماً، والمشاريع الاستثمارية وضع عليها شروط، يعني كان من ضمنها أن يكون العامل الأجنبي 60% متفوق بالعدد على العامل العراقي. حتى بهذه ظلم الشاب العراقي. أيضا موضوع التهديدات الأمنية اللي موجودة، الأزمة الاقتصادية، موضوع التعليم، نسبة الجهل والتعليم الفاشل اللي موجود بالعراق من 2003 ولحد الآن جعل حتى من الطلبة فاقدين الأمل بالشهادة الدراسية اللي يمتلكوه، لذلك لا يوجد أمامهم خيار سوى المغادرة. يعني هذا للأسف الأحزاب السياسية اللي موجودة دفعت الشباب وكأنما تحاول أن تدفعهم إلى الخارج بقدر ما يمكنها، من ناحية إحاطتهم بكم كبير من المشاكل، وبالتالي لم يصبح أمامهم خط سوى يعني حل سوى الهجرة. هذا في 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 المقابل ايضا استاذ بهاء، فشلت كل الوعود للحكومات المتعاقبه في ايجاد فرص العمل وتحسين ظروف الشباب والشعب العراقي للتقليل، وطبعا بالاضافه الى الظروف الامنيه وعدم الملاحقه وعدم استهداف الناس في مختلف القطاعات، كل هذا الفشل ساهم ايضا في استمرار هذه الازمه. نعم بالتأكيد، الوعود اللي تقطعها الأحزاب هي وعود كلام الليل اللي يمحوه النهار، يعني كلها وعود مجرد لفترة محددة إلى غاية نهاية موضوع الانتخابات وتقاسم السلطة ما قبل تشكيل حكومة في كل عام. يعني احنا خمس حكومات مرت علينا، دائما الوعود تطلق ما قبل الانتخابات وبعدها يبدي موضوع كسب الأصوات وبالتالي يتم توزيع المناصب والوظائف على الأحزاب ويتم تقاسمها بنظام محاصصاتي الجميع يعلمون، ولكن لا يوجد حلول حقيقية، لا يوجد تطبيق لما يتم الوعود به للشباب من كل المشاريع اللي يتم الكلام عنها. لذلك جميع المشاريع معطلة، جميع المشاريع مجرد حبر على ورق، فقط هي عبارة عن صكوك يتم من خلالها استنزاف أموال العراق، ولا يشاهد المواطن أو الشاب العراقي أي تطور أو أي بناء أو تنمية على أرض الواقع. والكثيرين الآن الكثير من المشاريع سواء في الوسط والجنوب وحتى في الشمال تم توقيع عقود عليها وتم دفع مليارات الدولارات، وبالتالي ما زالت هنالك حجر أساس وأرض فارغة وأرض متروكة، لا يوجد أي بناء، لا يوجد أي تطوير أو تنمية في هذا البلد. لذلك فرص العمل أهم شيء ما يؤرق الشباب العراقي الآن، هو مسألتين، مسألة فرص العمل ومسألة الأمان. هذين الاثنين مفقودات لدى الشاب العراقي، لذلك الشاب العراقي مجبر أن يغادر هذا البلد، وعلى الحكومات أن تضع حد لهذا الموضوع، لأنه هذا استنزاف الطاقات. دائما الدول تقوم بشبابها، الآن اليابان مثلا تعاني بسبب ارتفاع نسبة أعمار الناس اللي عندها، بعض الدول أيضا
يعني وقودها الحقيقي، نعم طاقتها هي في الحقيقية الشباب، تكون في الشباب. نعم بلا شك. نعم، لكن والشباب كانت له، للأسف سيد بهاء كانت للشباب كلمة أيضا في ثورة تشرين، ولكن لا توجد استجابة من الحكومة، الحكومات المتعاقبة. كل التغييرات التي تحصل هي تغييرات ليست جوهرية وحقيقية، إنما تغييرات في الوجوه، ولكن الأسلوب والممارسة الفعلية على أرض الواقع بالنسبة لهذه الملفات هي ذاتها لا تتغير. نعم بالتأكيد، حتى في هذا يعني كان المفروض من أي حكومة عندما تخرج تظاهرات يتم احتوائهم، يجب يعني الاجتماع مع ممثلين من عندهم والنظر في مشاكلهم والبدء في حلها. نعم لكن أنت لو ترجع بالزمن إلى الوراء، أساس مشكلة أو أساس انطلاق الشرارة ثورة تشرين أي كانت، كانت مع تظاهرات الخريجين جماعة الماجستير اللي في تم قمعهم في ساحة التحرير ما قبل يوم 11/2019، هي هذه كانت الشرارة. وأيضا في تلك الفترة كانت هنالك حملة قادتها أمينة بغداد السابقة ذكرى علوش، اللي رفعت من خلالها أصحاب الشنابر من الأسواق الشعبية، وبالتالي قطعت أرزاق الكثيرين. فهنا قطعوا أرزاق يعني الناس الكسبة، وفي نفس الوقت قمعوا الخريجين المتظاهرين للمطالبة بفرصة عمل. هذا كان واحد من الأسباب اللي أدى لاندلاع ثورة تشرين، واللي حصل أنه بالعكس بدل أن يتم احتوائهم وحل مشاكلهم، نعم، تم قنصهم وقتلهم بالطريقة اللي شاهدها كل العالم. لذلك هي الحكومة لا تريد يعني الاستفادة من طاقات الشباب إلا في مجال واحد، هو أن يكون في السلك العسكري. هذا اللي تريده يعني الحكومة، نعم. أشكرك، تجيش نعم المجتمع. أشكرك جزيلا الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.